الحارس يبدأ الهجوم بكرة طويلة، يحصل عليها ميسي. الآن فرصتهم للمرتدة، بينية رائعة. يا إلهي، هدف لمانشستر يونايتد، وهنا يأتي الهدف. الأسطورة يؤكد حضوره القوي في الملعب الآن، رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه هي سمات اللاعبين الكبار. مانشستر يونايتد هو صاحب الضربة الأولى، لمسة بينية، نيمار، والكرة في الشباك. جول.